أهلا بكم. الحجر المنزلي مفروض على أكثر من مليار شخص عبر العالم، لأن الطريقة الوحيدة للحد من انتشار فيروس كورونا هو عدم الاختلاط. والحجر المنزلي أمر استثنائي وما عمرنا ما عشناه، وعنده مجموعة ديال الآثار النفسية والصحية. شنو هو التأثير ديال جائحة فيروس كورونا على صحة الفرد والمجتمع، وكيفاش نتعاملوا مع الحجر الصحي؟ ما هو تفسير حالات القلق والخوف اللي كيعيش العالم تجاه الفيروس؟ سولوا الطبيب. السلام عليكم، أنا الدكتورة جميلة عسو، طبيبة عامة. في العالم بأسره مع انتشار وباء كورونا، احنا ملزومين أننا نبقاو في البيوت ديالنا وما نخرجوش، ما نتمشاوش وما نشوفوش أشعة الشمس، وهذا الشيء يقدر يكون عنده بعض التأثيرات الجانبية اللي من بينها نقص فيتامين دي. هذه الفيتامين دي كيف ما سنعرفوا أنها حيوية ومهمة بزاف في مجموعة من وظائف ديال الجسم. النقص ديالها عنده مجموعة من الأعراض اللي كتجلى. اولا كيكون الالم في المفاصل، ثانيا كيكون الالم في العضلات، ثالثا المراه ولا السيد اللي كيكون عنده نقص في هذا الفيتامين كيحس بالخمول وبالكسل، يعني الصباح ملي تيفيق من الفراش ديالو تلقى صعوبه باش انه ينوض. رابع حاجه اللي تيقدر يحس بها هذا السيد ولا هذا الشيء اللي تيكون عنده نقص في فيتامين دي، فهو تقدر يكون تساقط الشعر، وايضا تيكون تقلب المزاج والميول الى الاكتئاب. لهذا خاصنا نحاولوا ما امكن ان نعوضوا هذا النقص ديال الفيتامين دي عن طريق الاطعمه والاغذيه المتوازنه واللي كتوفر على كميه كبيره من هذا الفيتامين. من بين هذه الاطعمه كاين عندنا السمك بشتى انواعه، زيوت السمك، الكبد، الخرطال، القشطه، الحليب، وايضا عصير البرتقال. معكم دكتور كريم ولي، اخصائي في التغذيه والطب البديل. اعزائي المشاهدين، في هذا الوقت هذه اللي صعيبه اللي احنا نتوما خاصة جالسين في ديوركم على قبل الحجر الصحي، خاصكم تعرفوا بان ما خاصكمش تبقاو جالسين خاملين في الدار. فاول حاجة لازم يكون نشاط بدني، والنشاط بدني فماشي هو غير في الشغل. فاليوم مع الاعلاميات، مع التلفزيون، مع انترنت، يمكن لي ندير حصص قبل التلفزيون ديالي واللي يمكن لي نشارك فيها حتى الاطفال ديالي. اما بالنسبة للتغذية، ف كل وجبة هي فرصة مناسبة باش نعاود نرجع للعادات الغذائية الجيدة، وخاصة في هذا الحجر الصحي اللي مع ستريس، مع تنقابل الوليدات، فما تيبقى ليش الوقت نفكر في التغذية المتوازنة. ولهذا لازم نحاول نرجع للكوزينة ديالي، نعاود نرجع للطياب ديالي، نحاول نشارك الأطفال ديالي في الطياب، وتكون الماكلة متوازنة. لازم نوع، يكون الخضر والفواكه في كل وجبة، هذا مهم ومهم بزاف. ونحاول نطيب صحيا، نخرج نسلق، ندير طاجين، ندير في الفران. فالتغذية المتوازنة هي السر باش يكون عندي مناعة جيدة. الحد الفاصل بين الطبيعي بين قوسين والمرضي في الامراض النفسيه ومعلق بواحد جوج العوامل الاساسيه، التردد والكميه، يعني لا فريكونس ولا كونتيتي ديال هذيك الاعراض الخاصه بالتوتر اللي كتجي الانسان، ولا الاضطرابات النفسيه بصفه عامه اللي كيمكن تطول الانسان. اي واحد كيمكن له يكون معرض انه يعيش واحد اللحظات ديال التوتر وديال الخوف وديال الهلع اللي هي كتكون مرتبطه بواحد الحدث معين. والاعراض ديال هاد الخلعه وهاد الحدث هذا كيكونوا كيجيو كردة فعل لهذا الحدث، يعني هو ماشي شي حاجه مرضيه انه الانسان في هذا الوقت يحس بالخلعه، يحس انه عنده يعني بعض المرات مشاكل في التنفس، ولا انه عنده واحد الاكتئاب صغير. يعني هادشي كله كيجي كردة فعل واحد الفاجعه اللي حتى واحد فينا ما كان مهيئ انه يعيشها. منين الموارد الاداريه ما كيبقاوش قادرين على انهم يديروا داك الشحنه العاطفيه السلبيه الكبيره وداك الافكار السلبيه الكثيره اللي حنا حطينا في راسنا، هنا كيولي بحال الجسم كياخذ لا غولف، كيولي هو اللي كيقول لبنادم انه راه عندي مشكل. داك الامراض النفس الجسميه، نوبات الهلع اللي ممكن تجي الانسان اكثر الا كانت عنده واحد الهشاشه من هذه الناحيه، الفوبيات، الاكتئابات، يعني بزاف ديال الاعراض وبزاف ديال الاضطرابات النفسيه والاضطرابات ديال التوتر اللي كيكون الانسان معرض انه يجيوه، وكيجيوه باش بداك الادراك ديالنا اللي كيكون
سلبي يعني الحدث اللي كنعيشوه. الادراك ديالي يعني لا بيرسيبسيون ديال الامور هي اللي كتكون سبب في التوتر وفي القلق وفي اي حاجه سلبيه كيمكن لي نعيشها. اذا نحاولوا نخدموا على هذا الادراك ديالنا لا بيرسيبسيون ديالنا، يعني اي حدث كيمكننا نشوفوا فيه ايجابي شنو غادي يمكننا نديروا فيه ايجابيا، كيفاش غادي يمكن لي ان نتكونيكتا مع راسي ونكتشف شي حوايج في راسي اللي يمكن ما كنتش عارفاهم، نكتشف شي حوايج في الاخرين اللي يمكن ما كنتش عارفاهم، نبقاو على اتصال بالحباب ديالنا عبر الهاتف. يعني نحاولوا دائما نحطوا راسنا في واحد لي سيتوياسيون ديال المتعه وديال لو بليزير باش نبقاو في افرازات هرمونيه ايجابيه ديال المتعه، ونتجنبوا الافرازات الهرمونيه ديال الستريس وديال التوتر اللي هي كتجيب لنا هاد الامراض وهاد الاعراض، واللي هي ايضا كتقلل لنا وكتهبط لنا من المناعه ديال الجسم ديالنا اللي يمكن له يجعلنا عرضه لجميع الامراض. هاد الحذر الصحي تيفرض علينا الالتزام بالمنازل ديالنا، بطبيعه الحال هاد الالتزام عنده سلبيات اللي خصنا نحاول جميع الوسائل ان شاء الله باش نردوها مسائل تفيدنا في هاد المدة اللي مع الأسف ما عارفينش شحال ديال الوقت غادي يطول. وبهذا في نظري وفي نظري كل الحكومات والهيئات الطبية خصنا نفهموا على أن هاد الحذر الصحي ماشي هو عقاب، وإنما هو من أكبر الأسلحة اللي يمكن نواجه بها هاد الوباء. النصائح اللي يمكن لي ننصح بها هو أنه أولا من ناحية ديال الجسم يجب على الأقل واحد 10 حتى 15 دقيقة يوميا نقوم بواحد النوع ديال الحركات، لأن الكل يعرف على أن العضلات وخصوصا العمود الفقري اللي تنقى واحد المدة طويلة وحنا جالسين، والأحبال اللي تتشد العمود الفقري اللي هو ركيزة أساسية بالنسبة للجسم ديالنا يمكن يوقع فيها واحد النوع من الضعف ومن التصلب. ولهذا ضروري باش نقوموا بواحد الحركات في المنزل 10 حتى 15 دقيقة مثلا في الصباح وفي الليل. معكم البروفيسور حسن الشبي، اختصاصي في الامراض وجراحه الانف والاذن والحنجره. كما تشوفوا تتواجد دابا في قاعه العمليات، غادي ندخل واحد العمليه جراحيه على الفم اللي هي طارئه، وكما شفتوا راني مرتدي هاد الوقايه هذه اللي هي ضروريه ملي الواحد كيخدم على الفم، حيث انتشار العدوى تقدر يكون على هذه الطريقه هذه. في هاد الوقت ديال هاد الوباء هذا كاين بعض النصائح اللي هي مهمه اللي خاصه بالنظام الجديد اللي تنديروا في العياده ديالنا. اولا تنستقبلوا غير المواعيد، ثانيا تنستقبلوا الحالات اللي هي طارئه، وتمكننا نعملوا واحد نعرفوا بين حاله والحاله اما بالهاتف اما على القنوات ديال التواصل الاجتماعي. وتنقول هو اولا لا غير المواعيد بالنظام بالمواعيد، ثانيا يمكننا ملي تيدخل المريض تنستقبلوه ويكون بوحديتو ما يكونش مع شي واحد اخر، غير الا كان طفل او شي راجل مسن اللي خصو شي واحد يعاونو. ثانيا ملي قبل ما يدخل للصاله ديالنا تيخصو يدير داك السائل المعقم لابد حتى يدخل، ويبقى في واحد المسافة اللي تقريبا متر ونص حتى لجوج الأمتار باش يبعد على الطبيب اللي قبل ما يفحصو اللي تيتكلم معاه. وثانيا من ناحية الفحص خصو
يعمل جميع الوسائل اللي فيها هي القناه اللي فيها هذا السائل هذا اللي حتى هو يعقل ليه يديه باش يقوم بالفحص ديال المريض. السلام عليكم، معكم الدكتور مراد يزيد اخصائي في امراض النساء والتوليد. كما تنعرفوا هذه الايام كاين وباء ديال كورونا فيروس، بزاف النساء الحاملات عندهم بزاف التساؤلات عن خطوره هذا الوباء. كما تنعرفوا المراه الحامل المناعه ديالها تتكون ناقصه شي شويه، ولكن هذا الوباء ما دراسات ما بيناتش بان المراه الحامل الى بليز اكسبوزي مثلا على المراه ماشي حامل، لان المراه الحامل ربما هاد لي زوستروجين اللي تيكونوا طالعين عندها كما اي مراه. لا لاحظنا بان الرجال هما النسبه اللي تقاسوا بالكورونا فيروس اكثر من النساء، دونك المراه الحامل بحالها بحال المراه اللي ماشي حامل. غير هو خص الاحتياطات، هو لو ماسك دو بروتيكسيون، بان غسل الايدي، وبان ما خصهاش تخرج مثلا على الاكستيريور، ولا تكون هذاك الاجتماعات، ولا تكون واحد ديستونساسيون سوسيال، تكون الفرق، لان ما تمشيش بزاف مثلا لي مارشي ولا لي سونتر كوميرسيال. دونك تحاول ما امكن تجلس في الدار وتخرج غير عن الضروره عن مثلا الطبيب المعالج ديالها. حنا مع لي باسيون ديالنا تيكون واحد التواصل، تنجاوبهم في الواتساب اي مثلا اي تساؤلات تتكون عندهم، تنجاوبوهم. تيديبلاصاو فريمون غير الا كان شي حاجه لي ايرجون، انا اوكور لاكوشمون، لحقاش بزاف النساء تيتخافوا بانهم غيولدوا في هاد لابيريود ديال الكورونا فيروس. دونك بزاف النساء اللي ولدوا و سا سيتي بيان باسي، لا ولاده عاديه لا بسيزاريان، لحقاش لي كلينيك خايبين الاحتياطات ديالهم، و حتى البيرسونيل باراميديكال لي زانفيرمي و داكشي لي زانفيرمير حتى هما و لي ساج فام خايبين الاحتياطات ديالهم. ما كاينش شي دراسات تقول لنا ان ترونسميسيون مير انفون، سيتادير ما تيدوش في لا غروسيس في لاكوشمون ولا هذا. كاينين السيدات ماشي في هنا، ما عندناش في كازا دي كا، مي كاين دي كا اللي سمعناهم مثلا في دوطر فيل، بان السيدات كانوا كوفيد بلس سيتادير سون بوزيتيف وولدوا هنا. مالوغوزمون خصها لاليتمون ما خصوش يكون، علاش؟ لان ما خصش تكون لو كونتاكت مع لو بيبي ديالها. دونك وامها واحد 14 جور ولا هذا، دونك حتى تكون نيجاتيف عاد ممكن تقرب لو بيبي ديالها. دونك سكي في لاليتمون تيخصو يتحبس. داكشي علاش الوقايه تاع عند لا فام اونسيت اون جينيرال في هذه الحاله لا ترانسميسيون بين لو بيبي ما تدوش وهي حامله، ولكن الا كانت بوزيتيف ممكن تعادي الجانب البيبي اللي تيتزاد. دونك هنا خص الوقايه، داكشي علاش نصحوهم باش يبقاو يتبعوا هاد النصائح ديال وزاره الصحه والنصائح ديال الاطباء باش ما يكونش ما نوقعوش في هاد الحالات. السلام عليكم، تنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. المطلوب مني اليوم هو نتكلم لكم على السمنه وعلى الكورونا فيروس. وقبل ما نتكلموا على هذا الشيء، كاين واحد الشعار مهم في هذا الوقت ديال الحجر الطبي، هو اجلسوا ديالكم احسن لكم، لان غتحافظوا على اولادكم، تحافظوا على نفسكم، وتحافظوا على المغاربه كلهم. الدوله الحمد لله دارت المجهود ديالها وفي الوقت المناسب، والنتائج باينين. الاطباء والممرضين قايمين بالواجب ديالهم سواء في القطاع العام ولا في القطاع الخاص، الله يجزيهم بخير. وانتم لازم تعاونوا على الناس هذا كلهم باش تحافظوا على المغاربه كلهم. المشكل ديال السمنه والكورونا فيروس، تنعرفوا بان الناس اللي عندهم السمنه غتمكن تكون عندهم المناعه ناقصه شويه، تيكون عندهم المشكل في الجهاز التنفسي، وتكون مشكل ديال السكريه، وبعض المرات تيكون مشكل ديال ارتفاع الضغط. وهذه المسائل كلها تجعل الانسان عنده المناعه ناقصه، والا كتب الله وتقاسم هذا المرض هذا، يمكن الأعراض تكون خطيرة وما مزيانش. لهذا خص الواحد يحافظ على نفسه ويتفادى المشكل هذا بالجلوس في الدار وباستعمال الكمامة إلى خرج. ثانيا، تنعرف بأن الناس ملي تكون جالسين في الدار تكون غتقربوا بزاف من الكوزينة ومن الشهيوات، وهذا الشيء هذا تيجعل الإنسان تياخذ الوزن وغادي يطيح يمكن في المشكل ديال السمنة. لهذا خص الواحد يراقب التغذية ديالو، وخاص يدير واحد العمل الحركات الرياضية باش ما يوصلش لهذا المشكل هذا. الله يعاونكم وجلسوا بجوركم. معكم دكتور هدى بن جبلون، اخصائيه في علاج الورم والسرطانات. شنو هما النصائح الخاصه اللي يمكننا نعطيوها مرضى السرطان في هذه الاونه هذه؟
نقسمهم جوج فئات، الفئه ديال الناس اللي سالوا العلاج الكيميائي ديالهم ولا العلاج بالاشعه هما في طور المراقبه. هاد الناس اغلبيه الاحيان تم المنادات ديالهم ماشي لالغاء المواعيد كنأكد، ولكن لتاجيل المواعيد حتى تدوز هاد الفتره هادي. هادشي ما كيشكل حتى شي خطوره على المرض ديالهم، بالعكس هو للوقايه وتجنب العدوى. بالنسبه للمرضى اللي هما في طور العلاج الكيميائي او العلاج بالاشعه، هاد الناس هادو كنأكد عليهم لازم يلتزموا بالمواعيد ديالهم، لان كل تاخير تاجيل او تغيب يمكن يشكل خطوره على نسب العلاج وعلى تطور المرض. بالنسبه للناس اللي كياخذوا العلاج الكيميائي، هاد الناس هادو كنتم دراسه الملفات الطبيه ديالهم من طرف لجان مختصه لعلاج الاورام. كاين بعض الحالات اللي كنقدروا نحولوا العلاج الكيميائي ديال العرق نعطيوه على طريق الفم على طريق اقراص، كتم المنادات ديالهم وشرح العلاج البرنامج الطبي الجديد. بعض الناس اللي كيديروا الحصص ديال الكيمياء بصفه اسبوعيه، كيمكننا في بعض الحالات بعد استشاره الطبيب المختص المعالج كتولي الحصه كل 21 يوم. بصفه عموما هاد المرضى هادو اللي كيجيو تلقاو العلاج ديالهم في مراكز مختصه، كتم قياس الحراره ديالهم قبل من الصعود للمستشفى النهاري. كنأكدوا دائما على وضع الكمامه، على التغذيه المتوازنه، التزام شروط النظافه ووسائل الوقايه اللي كتداولها وسائل الاعلام بصفه يوميه تقريبا. بالنسبه للمرضى اللي كيديروا العلاج بالاشعه، الناس هادو حتى هما كيكونوا عندهم حصص الاشعه يوميا، الا في بعض الحالات مع هاد الكوفيد كيتم دراسه الملف الطبي، وبعض الحالات كيمكننا نبعدوا ما بين الحصص ديال الاشعه. مع على ذلك فالمريض لازم يجي في الوقت ديالو. كنأكد لهاد الناس اللي كيديروا الاشعه عندهم تخوف من البونكر، بان هي واحد القاعه شويه مغلقه، كنتم التاكيد بان هاد القاعه تتم التعقيم ديالها بصفه منتظمه، يعني ما يكونش عندهم تخوف. حنا كنجتنبوا الازدحام في القاعه ديال الانتظار، اغلبيه الاحيان كنديروا المرضى بصفه باحترام المسافه ما بيناتهم. وباش نختم، غادي نقول دائما الوقايه خير من العلاج. غادي غير ناكد على واحد المساله، بان مرض السرطان ماشي بوحدو مرض عضال، دونك مرض عضال هو التعريف ديالو كيضمن مجموعه من الامراض المزمنه ما فيها فشل الكلي، امراض الطب الباطني، مرض الربو، مرض ديال السكري. حيت الناس كيسمعوا بان الوفيات بسبب مرض عضال كيقولوا دونك السرطان هاد الناس هما اللي كيموتوا. كنأكد لهم بان ماشي بوحدو مرض السرطان. حاليا مازال ما عندناش احصائيات كتقولنا شحال النسبه ديال مرضى السرطان اللي تصابوا بهذا المرض، عندنا عدد خفيف بزاف. وكنأكد لكم الا التزمتوا بوسائل الوقايه ما غاديش تكون عندنا اصابه كثيره. والناس اللي عندهم اصابه بالمرض مع السرطان الحاله ديالهم كتكون خطيره بطبيعه الحال، لان المناعه ديالهم كتكون نازله، وكيستدعي الامر في اغلبيه الاحيان بان هذا المريض غادي ينعس سواء في الانعاش او لا العنايه المركزه حتى يتم العلاج ديالو. حنا اليوم في هذه الفتره ديال الحجر الصحي اللي هي مهمه بالنسبه للوقايه ديالنا، بغيت نهضر لكم على واحد الموضوع اللي كيشغل بزاف بال الاباء، وهي المكان اللي غادي تاخذها الشاشات والتكنولوجيات الجديده في الحياه ديال الوليدات ديالهم، خصوصا انهم كيستعملوها حاليا في الدور ديالهم من اجل التعلم. اللي بغيت نقول لكم هو انه الاراء كتختلف بالنسبه لهاد الاستعمال ما بين مؤيد ومعارض. الاباء كيخافوا ان وليداتهم ان هاد يطيحوا في حاله ادمان بالنسبه لاستعمال الشاشات. رايي ديالي هو انه بالعكس، لاول مره كون ان الشاشات والتكنولوجيا الجديده خدات واحد القيمه تعليميه وجعلت انه الاباء يشاركوا وليداتهم ويمشيوا لمجال الاهتمام ديال الوليدات ويشاركوه معاهم. الحاجه الثانيه هو اللي خصنا نعرفوا هو ان الوليدات محتاجين انهم ما ينقطعوش عن العالم الخارجي وانهم يبقاو في اتصال مع صحابهم وقرانهم. هذا الاتصال كيمكنهم انهم ياخذوا المعلومات، انهم يعبروا على المشاعر ديالهم على التخوفات ديالهم، وانهم يخرجوا من العزل ديالهم للعالم الخارجي بلا ما يعرضوا نفسهم للخطر. وكنظن ان وسائل التواصل خفت كثير من وقع هذا العزل الصحي على الاطفال، وانه اذا الاباء استعملوها بطريقه ايجابيه بحيث انه يقربوا من وليداتهم عن طريق هاد التكنولوجيا، انهم يدوزوا قيت معاهم في هذا المجال، فهذا غادي يكون عنده واحد الانعكاس مزيان حتى من بعد الحجر الصحي. والحاجه الثالثه هو انه الا بغينا
هذا الاستعمال ما يتحولش الى ادمان، خصنا الطفل ما يحسش بانه الشاشات ومواقع التواصل هي الوحيده اللي كتعطيه احساس بالمتعه. وبالتالي كنصح الاباء انهم يقترحوا على وليداتهم بعض الانشطه اللي غادي يشاركوا فيها معاهم، باش هذا الطفل يفهم بانه الاحساس بالمتعه كيجي ايضا عن طريق التواصل مع الناس اللي قراب ليا، وهذا الشيء غادي يجعلو انه بطريقه فطريه من بعد ما غادي يدوز هذه الازمه، انه ملي بغى يحس بالاستمتاع يمشي يقلب على والديه باش يدوز معاهم وقيت زوين، او اي انسان اللي قريب عليهم. وكنتمناو تبقاو بخير. عمر فلاحي اخصائي في الطب وجراحه العيون وتصحيح النظر. التاثير هو اولا ان وتيره الرمش تتنقص، الشيء الذي يؤدي الى جفاف تاع العين. ثانيا العضلات التي تتحكم في الحركه تاع العين تكون عياء او تشنج، الشيء الذي يؤدي الى قله في التركيز، وحتى بعض المرات تيكون الحركه تاع الراس، تيكون الحركه في العينين، دونك تؤدي بزاف تاع الاعراض. ثالثا كاين مشكل تاع الاشعه الزرقاء اللي تتعطيها هذوك الشاشات تاع الكمبيوتر تاع اللوحات الالكترونيه، واللي تيقدروا ياثروا على القرنيه تاع العين، وتيقدروا ياثروا حتى على الشبكيه تاع العين. حنا اللي تنصحوا به الناس اولا ان يكون اولا واحد المسافه بين الشاشه وواحد تقريبا 41 50 سنتيمتر يكون الضوء كافي. ثالثا يكون بعض المرات الى كان ما ربما الواحد يدير النظارات فيه يدير النظارات ديالو. ثالثا اذا كانوا اعراض يتشاور مع الطبيب ديالو باش يوصف ليه بوطار اللي يرطبوا ليه. بالنسبه للنصيحه للناس اللي عندهم النظارات اولا ما خصهمش يتمسحوا ولا الواحد يصوت فيهم، خاصهم يتغسلوا بالماء والصابون. وبالنسبه للناس اللي تيديروا العدسات اللاصقه فيغسلوا يديهم مزيان قبل ما يديروا العدسات ديالهم، حيت الكورونا فيروس تيكون في الدموع تقدر يتعادل بالدموع، فيغسلوا يديهم مزيان ويديروا النظارات ديالهم من الاحسن في الظرفيه هذه. لما كانوش عندهم النظارات ينقيو مزيان يديهم منين يديروا العدسات ديالهم ومنين يبغيو يحيدوهم. نزيدو نصبروا ونديروا بنصائح الاطباء ونجلسوا في ديورنا وما نخرجوا الا للضروره القصوى باش نحميو نفوسنا وحبابنا ونعاونوا بلادنا جميعا ضد فيروس كورونا، وان شاء الله ازمه وغدوز.